النهاردة كمان بتحل علينا ذكرى ميلاد الفنان علاء ولي الدين نجم الكوميديا. لو هنتكلم عن عصور كده للكوميديا، ففي العصر الحديث كان طبعا نجم كبير قوي للكوميديا هو علاء ولي الدين، صاحب لقب ناظر مدرسة الضحك. رغم رحيله المبكر، خليني أقول هو ساب بصمة كبيرة جدا مميزة في الوسط الفني، وأصبح ليه شعبية كبيرة قوي. خلونا نشوف محطات مختلفة في حياة الراحل علاء ولي الدين. في مثل هذا اليوم رحل فنان صاحب وجه طفولي وضحكة لا تنسى. قدم أدواراً تركت علامة في عالم الكوميديا رغم عمره الفني القصير، هو الفنان علاء ولي الدين. ولد علاء ولي الدين بمحافظة المنيا مركز بني مزار قرية الجندية، وكان جده الشيخ سيد ولي الدين مؤسس مدرسة في القرية أنشأها بالكامل على نفقته الخاصة، وظلت تعمل لأعوام إلى أن انتقلت إلى الجهات الحكومية. الفسحة مش للعب ولا الله، فسحة للتأمل، تأمل في العلم، في المستقبل، في كانتين المدرسة اللي محدش بيهوب ناحيته، مع ان الطعمية تجنن وسخنة وبسمسم والفول بالزيت الحار. تخرج من مدرسة مصر الجديدة الثانوية العسكرية، وبرز من خلال أدواره في أفلام الزعيم عادل إمام، منها الإرهاب والكباب، المنسي، والنوم في العسل. الموت من فوق السطوح حرام، لكن الموت مع حضرتك حلال، موت شرعي. موت إيه يا سيد؟ أنت هتفاول علينا ليه؟ الله، أنت خايف ليه؟ ده البنادق الآلي والرشاشات الموت بتاعهم موت حلو وسريع. تحب أموت معاكم ولا ارمي نفسي من هنا واخلص؟ لا، خليك معانا عشان نموت جماعه. ميرسي، خلاص ميرسي جدا، متشكر. عقب فيلم اسماعيليه رايح جاي وانطلاق ما اطلق عليه النقاد سينما الشباب، كان علاء ولي الدين في مقدمه الاسماء المرشحه لبطوله الموجه الجديده من الافلام. كانت انطلاقته الحقيقيه من خلال فيلم عبود على الحدود، تلاه فيلم الناظر، ثم ابن عز الذي يعتبر اخر افلامه التي تم عرضها للجمهور. تليفون علشانك، ما تبقاش تدي نمرتي لاصحابك، فاهم؟ ساهم علاء ولي الدين في ظهور عدد من نجوم الساحه الفنيه الحاليين امثال احمد حلمي، كريم عبد العزيز، ومحمد سعد. فشخصيه الليمبي كانت اول ظهور لها في فيلم الناظر، وبعدها انطلق محمد سعد بنفس الشخصيه واصبح نجم شباك. بص، انا عندي فكره حلوه قوي. انا هنده عليك. ابوك هيرد، يبقى هو ده البيت، تطلع. طب وبعد ما اطلع؟ هتنده عليا. ها، لو رديت عليك اطلع. صح صح، سهله. طب يلا. شارك علاء ولي الدين عبر مشواره القصير في 23 فيلما بادوار ثانويه، وقدم 3 مسرحيات كبطل مطلق، وفي التلفزيون تالق في 9 اعمال دراميه، منها الدنيا حظوظ، علي الزيبق، وانت عامل ايه. لم يمهل القدر علاء ولي الدين لاستكمال تصوير آخر أفلامه السينمائية عربي تعريفة، ليرحل مشيعاً بحب الملايين.